يا ناضج انت عارفه كويس قوي انا بحبك قد ايه، وعارفه كويس قوي انا مهما قابلت وشفت انت بالذات دونا عن كل الستات اللي عرفتهم حاجه تانية. اسكت خالص يا سليم، انا تعمل فيا كده؟ انا تتجوز عليا؟ تتجوز عليا وكمان تطلقني؟ تفكر ايه؟ ده انا نازك السلاح دار اللي اتجوزت اكتر من صباح اتجوزت، وعمر راجل ما خاني. وكمان ايه؟ تتجوز عليا واحده بلدي من الحسينيه؟ يا نازج اهدي ارجوكي. لسه شفت حاجه؟ يا اهلا كده ولا كده؟ اقعدي كده ولا كده؟ ايه دي سكه السكه ليه كده؟ مفيش زباين غيرك ولا ايه؟ ايه المسخره دي هي؟ يا اهلا يا اهلا. اتفضلوا حضراتكم هنا. هنا ده بينه اهبل ولا عبيط؟ انت ما تعرفش انت بتكلم مين؟ سيبه سيبه، يعني الطربوش واللسة والشغل ده كله مش بيبنى انا عمده ولا ايه؟ اسمع يا علي، انا ادخل في اي مكان احب اقعد في اي حته انا بمزاجي اقعد فين، فهمت ولا لا؟ انا جاي عشان اقعد جنب الترابيزه الفوشيه اللي قاعده ده هي، شايف يا علي؟ شايف سليم البدري قاعد جنبيها قد السوبر جيت ازاي؟ وشايف هي زي حته الجبنه ازاي؟ لسه لسه شوف لنا حته نقعد فيها، يلا خلصنا. حاضر يا عمده، ده انت تؤمر يا عمده. ممكن اقول لك ايه؟ بقول لك ايه، ما الترابيزه ديت الوليه ده هي رافعه ايديها لوحدها كده وقاعده لوحدها، فما تقعدها لحد ما يجي الناس اللي هي مستنياهم ونقعد احنا على الترابيزه. ايوه يا عمده، بس ده قاعد معاها بني ادم. فين البني ادم؟ حته النبي تشاف حد؟ فين الوليه قاعده لوحدها وبتضحك لوحدها بانها مجنونه ولا ايه؟ حاج حاج هي قاعده معاها حد؟ ايوه. سيب سيب، حول الله يا رب، لا حول الله، ربك بيخلق كتير. أوفيس يا ولي، حياتي النبي ما شفته. النبي ما شفته. سلام عليكم. وعليكم السلام. ظروفك باينه، انا هخلص معاك، انا هخلص معاك. تاخد كام وتسيب الترابيزه دي وتغرب من هنا؟ اخد كام واسيب الترابيزه؟ ايوه. هو انت شايفني رخيص للدرجه دي؟ ما تعمليش فيها شريف، اسمع الكلام. تاخد كام دلوقتي حتى انا اقدم، وتاخد البهيمه اللي معاك دي وتقوم؟ انا ابويا وامي ما ربونيش على كده. تتكلم بجد؟ ابوك ايه؟ ابوك وامك ربوك على ايه؟ انا ابويا وامي ما ربونيش خالص. واضح. انا عايزك تروح تجيب اكله كده ترم عظمك عشان تملى عين الوليه. متشكر. تملى عينيه هيخرب بيتك. متشكر جدا. سلامي. بقول لك يا عمده، اؤمر تجيب باكو تاني وتكتب عليها. باك هكتب على اكتب على دي؟ انا هديك ورا ب 10 جنيه تجيب شيشه بلاستيك وتنزل عليها ضرب لحد ما بلها صح. هي خرصه ولا مالها؟ من ببلبه ليه كده؟ يلا هات من هنا، يلا يلا. حقك يا عمده. كلوا الاول، كلوا الاول، هم نفسكم وحبوا. مع السلامه يا اختي. متشكر يا عمده. متشكر. مع السلامه. ايه الناس دي؟ اقعدي اقعدي يا مليك، اقعدي يا زفت انت. والله قعدت في كافيه بعد قعده الترعه والزريبه عشان تعرفهم، عشان تعرفوا انتوا شغالين مع مين. يا نهارك اسود ومنيل، لا هتولع وانت قاعد على الكرسي جنبي. استغفر الله العظيم. تحب ناخد الاوردر دلوقتي يا عمده؟ تاخد ايه؟ الاوردر. ايوه كده، علي صوتك فاهم. الرجاله البهايم دول شغالين مع مين؟ ايوه ناخد الاوردر. ناكلوا ايه يا جعانين يا بهاي؟ انا اكل ده كربات. ده كربات انت قاعد عند عميتك؟ استنى قاعد في كافيه. افهم ايه؟ انا هطلب لكم، مش هتفهموا حاجه. اسم هات لي الولا لهبل ده، هو هات له اسمها ايه ده هي؟ سلمون. وهات له شريم، هات له شريم، هجيب لك شريم. وايت سوس ولا ريد سوس؟ استنى، ما اول مره يجي هنا تاخده وايت سوس ولا ريد سوس؟ ها؟ لا ما فيش، ما هاش، هو ما بيحبش الصوص، ما تجيبلوش صوص. وهات له تاكل ايه يا ولد؟ ايه يا ولد دي؟ حد يقابل نعمه ربنا بالوش ده هو؟ ايه دي؟ انت جاي تقتل ولا جاي تاكل؟ افرض خلقتك خليك تطفح. هات له اسمها ايه ده هي اللي خدتها انا من يومين؟ ستروبري باركيه. ستروبري كيك. ستروبري كيك. اكلك استروبري كيك، بس هتاكل زي بالعفنه والشنب والقرب ده هو. يا ما نفسي تولع وانت جنبي. حياه النبي، لا شوطه شوطه ولا مش انتوا حاسين بايه؟ ايوه شوطه صح؟ انا حاسس ان انا شوطه. نازك نزقتي ده هي يا خرابي. طب وستك هتاكل ايه يا عمدي؟ انا ما باكلش يا ابني، انا ما باكلش، انا باكل حب. بص قاعد جنبها زي العماره، عماره قاعده وجنبها حته ورده. ان شاء الله هيولع ان شاء الله. ما تمشي بقى انت تاريخ المواقف فتح بقه واسنانه اكتر من سنان البني ادمين العاديين. لاحظت ولا ما لاحظت؟ قتله؟ تقتل مين؟ كل كل بس. الله يخرب، انت مولود ازاي يا ابني بالكيش ده؟ مستحملاك في بيتك ازاي؟ ايه دي؟ ما خدتش المشروب بتاعك ليه؟ ما بشربش حاجه، انا ما بحبش لا مشاريب ولا زفت. انا جاي للسلاح دار، جاي للمبه عيله السلاح دار. وقتلك ليه؟ انا مش هقتلك ولا حاجه، انا ساعتها هجوز اول كلب يعدي قدامي دلوقتي. قلتيها اخيرا. مساء الخير يا نازج القلب والروح. انت تاني؟ ياه انت ايه يا سليمان، ما بتيأسش؟ لا ما بيأس يا اخوي، وراك وراك ان شاء الله لحد ما فليسك ما خليكش تملك علبه كبريت. تبقى بتحلم يا سليمان.
سليم عشان حد يفلسه محتاج سنين وسنين. طب بذمتك انت لو راجل بتحس وبتفهم يبقى دي الحوار الدار دلوقتي وقاعده معانا ست الناس الالمظايا ده هي، لكن انت هتحس منين؟ تخنك قالب على صدرك دايس على مشاعرك، هتحس منين انت؟ اسكت بقى، بعدين بعدين. وحشتني يا نازك. انت باين عليك اتجننت يا عمده. طبعا اتجننت، هو مين يشوفك ما يتقش طلقه في راسه؟ ايه مين يشوفك وحواجبك ما تلعبش لوحده؟ يا خبر اسود، تصدقي تصدقي انت احلى من ايه بالنسبه لي؟ ايه احلى من احلى لحظه في عمري بقضيها يعني. عارفه ساعه الاوالح بتاعت الدوره لما بتولع وتعمل كده ركيه نار وعليها براد الشاي تحت النخله كده في العصاري؟ انا بحب اللحظه دي، انا ضحيت باللحظه دي لاجل العيون دي. اوالح ما تحترم نفسك يا راجل انت وتحترم سنك. ايه اوالح مولعه دي؟ ايه ما تعرفش اوالح مين مولعه؟ وانت بتتكلم ليه اصلا؟ ايش اخشاشك؟ انت قاعد معانا على الترابيزه، قوم غور في اي داهيه من هنا. انا اللي قاعد ليه؟ ايوه القعده بقت سريه وخاصه، بقت ما بين العمده وست الكفر. ياي ست الكفر. ايوه ست الكفر والفدادين والترع والملك ده كله. ايه ست الكفر دي؟ بأمارت ايه بقى ان شاء الله؟ بأمارت انها هتبقى مرات العمده. انت بتحلم يا عمده. انا وسليم صحيح متطلقين بس خلاص قررنا نتصالح ونرجع لبعض. بتجعي ليه؟ هيفيدك بايه؟ اتغريتي في طربوش ولا البدله اللي لابسي هتعملي بيه ايه؟ وبعدين التخان مضرين في الجواز ومتعبين. اسمعي كلامي فعلا؟ ايه شوف العصفوره اللي قدامك يتحرك في الدار كده ما تحسيش بيه، ده متعب وهيتعبك في الصيف قوي بتخنه ده. اسمعي كلامي، ده لو صيفت بيه يتقبض عليكوا على البلاد. ده البس مايوه دي، شوفيني انا في المايوه، شوفيني وشوفي عودي. اسمعي كلامي، وبعدين انا بالنسبه للجواز مش مكلف، انا متر ونص اعمل جلابيتي، روح اشتري له 40 متر بقى عشان تستري لحمه ده هو. اسمعي كلامي، اسمعي كلامي يا نازك، انت بتضحكي عليه بعض قدام، ولو هو قادر يرد عليا يرد. اسمعي كلام، السلطه حلوه يا بنت الناس. بقولك يا سليم ما تزعلش نفسك، سيبني انا متر. ليه متر؟ احنا كنا حلوين لسه. اوامرك يا هانم. انتوا عاوزيننا نيجي عندكم هنا مره تانيه ولا لا؟ ليه يا هانم؟ في حد زعل سيادتك ولا حاجه؟ الاستاذ اللي قاعد ده احنا ما نعرفوش، ما شفناهوش، ما كلمناهوش، ومع ذلك قاعد هنا وسطينا. معقوله العمده زعلك يا هانم وسيادتك ما تعرفهمش ولا حاجه؟ بس يا ابني ايه الرغي ده هو؟ حياه النبي حياه العيون ده، قولي لي مره واحده سلامونتي وانا امي. وبعدين بقى؟ ولا بعدين ولا قبلين. سلامونتي سلامونتي، عايز التخين ده يسمعها والنبي لا تفرسيه وتقولي لا. ده مش ناوي اجيبها البر بقى النهارده؟ يعني هتعمل ايه؟ ادينا قاعد ومش ناوي اجيبها البر، ورينا هتعمل ايه الطربوشك ده هو؟ قوم يا سلامونتي قوم بقى. والله انا كنت ناوي يعني اضرب العره اللي قاعد جنبك ده هو، بس انا هقوم وانكبس بمزاجي. احاسب لك يمكن الافندي اللي معاك مفلس. ميرسي. تسلمي تسلمي. السلام عليكم يا دريخي. مع السلامة يا أخي. الله يسلمك. السلام عليكم يا ست الناس. وأنت حسابك معايا. هاي عمدي سبع ولا ضبع؟ ولي ده سؤال يا ولي. أكيد خلص معاهي. خلصت معاهي؟ هو أنا من نقكم وشؤمكم عليا ونظرة عينك المرعبة ده هي هكسب في حياتي ربع ساعة؟ إيه النحس ده هو؟ أنا غلطان، أنا غلطان إني جبتكم من زريبة الحلاليف وشغلتكم معايا. ايه يعني الوزه صارت؟ صارت. طارت منين يا ولد؟ انا العمده. استنى عليها شويه. سليم؟ ايه ده يا سليم؟ انت بتخدعني؟ رجعت لها دي. حلو قوي، يبقى انها هتولع يا ولد. يا رب الولاد دي تولعها ويلعب نار. تقول لها انا مين؟ انا الاميره نورهان مرات الباشا. مراتك؟ هب انا عايز اسالك سؤال. ما جاش في بالك وانت بتوصفي الراجل اللي هتتجوزيه غير الكلب؟ ايه دي؟ هزقتيني وخلتيني انهوه قدام الغفر بتاعني. اوصفيني مثلا باسد، بجمل، بديناصور، اخش ضارب عليكوا نار كده واشرفك. بس معلش تهوني الهواوه عشان عيونك يا قمر. تتجوزني يا سليمان؟ صراحه انت فاجئتيني. اديني شهرين ثلاثه افكر. ايه؟ هو دي اللي انا كنت عاوزه. لعلمك انا ما كنتش جاي عشان اتجوزك، كنت جاي عشان اخلي سليم يهوهر في اخر حياته. سلام عليكم. يا كلب يا جزمة. أبوسيب. استرها يا رب. يا رب ما تتقتل في الولادة يا رب. أقومها بالسلامة. اهدى بس يا عمدي. اهدى ايه ونيلة ايه؟ انت مش عارف ستك نازك، ستك نازت من العيال الفرافير دي بتاعت الخرم فليكس والحاجات دي، ما تستحملش الحزق والولادة. الولادة دي حاجة بسيطة، اسأل مالي. انت جاي تستظرف ومراتي بتولد. بقول لكم ايه؟
انا اسود لحظه عندي دلوقتي موتراني ومجنناني ان انتوا الاثنين معايا. سيبوني في حالي بقى وشكوا شوق، ما انا خايف تخلف بورس. احنا ايه يا عمدي؟ احنا حضرنا كل ولادات عيال، انت نسيت ولا ايه؟ لا ما نسيتش يا اخويا، كلهم طلعوا عيال منظورين، اللي عينه معوجه واللي راسه مقلقسه كده واللي طالع اهبل مش فاهم حاجه. ابعدوا عني، ابوس ايديكوا، عايز خلفه نضيف. يلا غور من هنا. دول عيال. يلا غور من هنا، غورهم. النبي يا رب ما تتخنق في البنك، نجيها يا رب، نجيها يا رب، استرها يا رب. يا دكتور انت خارج تشم هوا في البلكونه، ما تطمني مراتي عملت ايه؟ اهلا اهلا عمده، احنا لسه هنتعرف، قول لي الست جابت ايه؟ مبروك، جبت بنت واسمها زهره. طب بنت وعرفناها، نعمه من ربنا. ومين اللي سماها زهره ان شاء الله؟ اداره المستشفى هي اللي سمتها. بصلت النبي. ايوه ده اوفر من المستشفى، المولود معاه اسمه مجانا. اوفر ايه ونيله ايه؟ انا الاب وانا اللي اسمي بنتي يا ناس. دي بنت خليط المستشفى، وقسما بالله انا ما اقدرش اغير اسمها. والله العظيم ما تقدر تغير اسمها. خلاص متشكرين يا رب، بنتي اسمها زهر، نعمه من الله، الحمد لله. وطمني على صحه البنت، نازله حلوه كده؟ البنت بسم الله ما شاء الله عليها، بس خير. بس خير. عندها عيب خلقي ما اقدرش اعمل لك حاجه فيه. نعمه من ربنا. ايه هو العيب؟ البنت هتعيش في اول فتراتها بشكل طبيعي، وكأنها آثار الحكيم. آثار الحكيم؟ وبعدين؟ في فترة هتتعرض لحوارات، حركات، تغيرات هتخليها بالتبعية تبقى إلهام شاهين. إلهام شاهين؟ إيه دي؟ وأنت دكتور والله عراف؟ ليه بس كده يا رب؟ يجي لي بيت تعيش معاها على إنها آثار وأحبها وأحضنها وفجأة تبقى إلهام؟ إيه اللخبطة ده عيّاً؟ إهدى يا عمدة، إهدى، هتعترض على إرادة ربنا. اللهم لا اعتراض يا سيدي، اللهم لا اعتراض. في حاجة تانية يا سيادة العراف؟ لا يا عمدة، تقدر تستلم المولود اللي اسمه زهرة، اللي هتتحول تبقى إلهام شاهين. لا، آثار الحكيم. والله اللي اتلخبطت من بنتي لحد من دلوقتي متلخبط فيها. احنا متشكرين ليك قوي، متشكرين. الحمد لله، الحمد لله، الشكر ليك يا رب. تيجي تتحول تتنقل، المهم تبقى بنتي مالية عليا دنيتي.